بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اعزائي مشاهدي سي بي سي 2 في كل مكان، وحلقه جديده من الملعب. ماذا يحتوي الملعب اليوم؟ الملعب النهارده عنده قرارات وعنده ضيوف وعنده ذهب وياقوت ومرجان واحمدك يا رب، عنده حاجات كثيره جدا النهارده. لكن اول حاجه يعني توقعناها بدأت تحصل النهاردة، لكن قبلها خلينا نروح لأبطالنا، أبطال الذهب اللي بيشرفونا على طول. دي فاطمة بنت عمر، فاطمة بنت عمر المصرية، ومعاها النجوم المصريين اللي بيقولوا عليهم معاقين وهم أحسن مننا مليون مرة. فبتحقق ذهب، وشريف بيحقق ذهب، وكلهم بيحققوا ذهب في بطولة العالم المقامة في الإمارات أو فزاع بن زايد اللي هي بقت بطولة العالم. بنقول لهم مبروك وهناخد الكلام بالتفاصيل. اتنين، الخبر الثاني هو خبر مهم جدا، إنه عودة علام. اللي بقوله لكم بيحصل. فاكرين لما قلت لكم السيد محمود علام سيعود مديرا عاما للنادي الاهلي؟ امبارح في مجلس ادارة النادي الاهلي رجعه الاستاذ محمود علام مديرا عاما للنادي الاهلي من جديد، والبقية تاتي. على فكرة هو كفاءة ورجل فاضل ورجع على مستوى، لكن النهاردة هنعمل فلاش باك بلغة السينما نعرف مشي ليه ورجع ازاي. العنوان الثالث وهو برضو عنوان من العناوين المهمة جدا خاصة بالصراع. الجبلاية هل بتشتعل؟ هل فيها صراع؟ هل فيها مشكلة؟ التصريحات المتبادلة بين المهندس محمود الشامي والمهندس احمد مجاهد، والمهندس كمان لا بلاش، هما اتنين مهندسين بس في صراع. المهندس الثالث ملوش علاقة بالصراع، هو اهاب الهيطة. في صراع، في صراع عنيف، وفي تصريحات عنيفة جدا جدا جدا. هنحاول نجيب الطرفين نعرف القصة ايه. يمكن ما يكونش صراع في الجبلية، يبقى نلغي الفيلم، لان ده كان الجزء الثالث بعد صراع في الوادي وصراع في المينا، صراع في الجبلية. بس مفيش عمر الشريف المرة دي، في محمود الشامي وفي احمد مجاهد. مفيش عمر الشريف، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ان شاء الله. اذا مفيش صراع والاتنين اتصالحوا على الهوا، يبقى الصلح خير، قوم نتصالح وسمعني السلام بتاع نادية مصطفى. اذا ما كانش فيه نعرف حقيقة هذا الصراع. رابعنا واخرنا النهاردة وليس اخيرا، دايما ربنا ما يجيبش الاخير، نجم اسماعيل يوسف، النجم الكبير كابتن اسماعيل يوسف، نجم الزمالك والمنتخب والمدير الفني الحالي لنادي الانتاج الحربي، في حوار صريح هيتكلم فيه عن امور كثيرة جدا، وايضا هيتكلم عن ذكرياته مع الغزال الراحل الكابتن ابراهيم يوسف. كل ده فقط هتشوفوه معانا في الملعب، بالاضافة الى الاخبار والتقارير الحصرية. البداية كالعادة مع صوت تامر جابر ونشرة الاخبار. وزير الرياضة يصرف دعما اضافيا للهيئات الرياضية ويدعم الزمالك بمليون وسبعمائة الف جنيها. الاهلي ينفي اقالة هادي خشبة ويؤكد استمراره في منصبه. الاهلي يقرر تعيين محمود علام مديرا تنفيذيا للنادي اول مايو بدلا من حسن مسعود. طاهر الشيخ رئيسا لبعثة الاهلي في المغرب لمواجهة الدفاع الجديد في الكونفدرالية. عودة سيد معوض لميران الاهلي وغياب احمد عادل عبد المنعم للاصابة. الجبلاية يفتح تحقيق في ارسال دعوات للاندية لحضور اجتماع المحلة. بلاتر يزور القاهرة سبتمبر المقبل لافتتاح مبنى الجبلاية. فاروق جعفر يطالب وزير الرياضة بدعم دوري القطاعات وتأهيل المدربين. محافظات مطروح والاقصر وبورسعيد والاسماعيلية تخاطب الجبلية لبناء ملاعب بدعم من الفيفا. الزمالك يفاوض امبي للابقاء على مؤمن زكريا بعد انتهاء اعارته. الزمالك يتجه للاستغناء عن جعفر وعلي وعوض وسمير بنهاية الموسم. فاطمة عمر تحقق ذهبية بطولة العالم لمتحدي الاعاقة في رفع الاثقال بدبي. السنغافوري بيتر ليم يسعى لشراء نادي ميلان الايطالي. اصابة المصارع الامريكي الشهير اندرتيكر بارتجاج في المخ.
مدرب موناكو يؤكد إمكانية مشاركة فالكاو في كأس العالم. انفصال جزيرة القرم يهدد مشاركة شختار الأوكراني في البطولات الأوروبية الموسم المقبل. سيرينا ويليامز تواصل تربعها على عرش تنس السيدات، وشاربوفا تتقدم للمركز الثامن بدلا من الصربية يانكوفيتشا. نادال يتفوق على كاسياس ويحصل على لقب الرياضي الإسباني الأشهر عالميا. أهلا بكم من جديد. أبدأ بأبو ظبي أحسن، بالإمارات، بأبطال الذهب، لأن دول ما بياخدوش حقهم. عندنا مشاكل كثيرة جدا، يعني شارع الجبلية ده كله أخبار، ما بين أخبار وما بين أخبار ومشاكل. فنبدأ بس بالأبطال اللي بيحققوا دائما وأبدا الذهب، والأبطال دول ما بياخدوش حقهم، يعني بيرجعوا المطار القاهرة ما حدش بيقابلهم. بس المرة دي هيقابلهم الوزير خالد عبد العزيز، أنا متأكد، ده مؤكد 100% إن شاء الله عز وجل. نمرة 2، بيتعاملوا معاملة سيئة جدا في الفلوس والمكافآت، هم أقل ناس في التعامل، وما تفهمش ليه، مع أنه الناس حتى هذه اللحظة هم اللي رافعين رسنا في كل البطولات. خلي بالكم، البطولة الأولمبية بعدها مباشرة أو قبلها مباشرة بتبقى فيه بطولة أولمبية ليهم، ونفس المراسم ونفس التقاليد ونفس الشعائر اللي بتقام للدورة الأولمبية للسلام بتقام للأبطال دول، هي رئيس الجمهورية افتتحها، الملوك والرؤساء موجودين، الدولة المتقدمة تلاقي الجماهير مليانة على الآخر، واللجنة الأولمبية الدولية مصممة على ده، إن هم معاملتهم هي واحد، بل هم أفضل، هم أحسن. إحنا بتوعنا بقى بأقل أقل أقل قدر من الإمكانيات بياخدوا البطولات، لا عندهم معسكرات ولا عندهم أكل ولا عندهم فلوس ولا عندهم مكافآت، لكن هم عندهم حاجة واحدة بس، أحمر وأبيض وأسود اللي هم ألوان العلم المصري. هم لما بيشوفوا العلم بيرفرف بيتجننوا، بتحصل لهم حالة جنان، كل أملهم علم بلدهم يرفرف والسلام الوطني يتعزف ويعيطوا، بيقعدوا يبكوا من الفرحة. لا، لكن لما بيجوا هنا بيبكوا من الزعل، زعل على التجاهل، زعل على عدم الاهتمام، زعل على عدم الاحترام. ودي قضية أنا متبنيها من زمان، ويمكن الكابتن حسني عبد ربه ربنا يبارك له كان دايما يبقى له تاتش كده لطيف، يوم جاي متبرع بمكافآت كرمهم الراجل بدل المرة 3 مرات، بس ده كان تبرع فردي. افتكر كان احمد ابو هشيمة كمان كرمهم اكتر من مرة، لكن غير كده محدش بيكرمهم. حتى الدولة لما عملت اللائحة ما سوتهمش بالاسوياء، اذا كنا اسوياء بس في الرجل ولا في الايد ولا في حاجة، لكن في العقل والمخ والقوة والإرادة هم أسوياء قدنا مليون مرة. أنا ببارك لهم، ببارك لشريف عثمان، وببارك لفاطمة عمر، وببارك للي جايين إن شاء الله، وهم هيرجعوا شايلين الكاس، وهيرجعوا جايبين أكبر عدد من البطولات، وهيرجعوا يحملونا فوق طاقتنا من اللوم ومن العتاب، لأن إحنا بنتجاهلهم وبننساهم. عارفين إن دلوقتي أطفال الشوارع بيلعبوا في كاس العالم في جنوب افريقيا وكانوا كسبوا المباراه الاولى ومكملين وشغالين حتى لو ما خدوش بطوله، مجرد ان هم اتجمعوا. قابلتني الدكتوره منى قبل ما يسافروا، بس كانت ليله السفر ما قدرتش اعمل حاجه الحقيقه، وكان نفسي اعمل لهم حاجه، وكنت مكلف فريق الاعداد، بس يعني ايه اتشغلنا كلنا، يعني هجيبها فيا، لكن احنا هنعمل لهم تكريم حتى لو ما خدوش ميداليه، حتى لو ما كسبوش غير مباراه واحده. مجرد ان الاولاد دول يتجمعوا يلعبوا كوره، ومجرد ان اخواتنا دول يتجمعوا وياخدوا بطولات وياخدوا ميداليات في ابو ظبي في بطوله العالم، في بطوله فزاع بن زايد اللي هي بطوله العالم، اعتقد ان ده بيدينا كل يوم مليون درس. فاطمه عمر اللي بجيبها كل سنه هنا عشان اكرمها وبديها سيده مصر الاولى، لانها تستحق ان تكون سيده مصر الاولى. فاطمه عمر هي سيده مصر الاولى في الإرادة والتحدي والجدعنة والكفاح ورفع علم مصر، حدش عمل زيها ومحدش بيعمل زيها. البطلة اللي انتوا شايفينها دي صور من الأولمبياد وهي بتاخد الذهب، وهي راضية بقليلها، هي وشريف ومحمد الديب وكل الأسماء كلهم من أولهم لأخرهم الحقيقة،
واللي بيعملوه الحقيقه لمصر ومتولي مطحنه كلهم بلا استثناء، وهاني عبد الهادي بالاسماء العظيمه الجميله، شعبان الدسوقي، وانا بحاول اتذكر بس وانا بكلمكم الناس الجمال دي، مجرد ما هم يلعبوا رياضه فقط لا غير. عارفين اللي بتعمله فاطمه ده في حكم الاعجاز، ده في حكم الاعجاز اللي بتعمله فاطمه ده في حكم الاعجاز. الميداليات اللي عماله تاخدها وسنها بيقترب من 40 سنه وهي بترفع كده، وهي بتحقق ارقام قياسيه، وهي بص حضراتكم بس كل املها في الدنيا انها تشوف علم بلدها وهو بترفع. هي مش عايزه اكتر من كده، العلم المصري والناس كلها بتصور، بس هنا ما بيشيروش، هنا بيشيروا الفضايح، بيشيروش البطولات. انا ما اعرفش فاطمه دي لحد النهارده ازاي ما اتعملش ميدان باسمها في مصر، مش عارف، مش فاهم. وهتشوفوا حضراتكم بصوا المراسم نفس المراسم والتسقيف والناس اللي بيسلمون الميداليات، وكل دول العالم موجوده. فاطمه دي 3 اولمبياد 3 ذهب، يعني نجمه من ذهب، وزملاتها على فكره كلهم من اولهم لاخرهم دول اللي واخدين ميداليات اقل، لكنه لما فاطمه بتاخد بطوله العالم لرفع الاثقال بدبي، لما فاطمه بتاخد قبل كده اولمبياد، عارفين يعني ايه على مدى 12 سنه وهي تحصل على الذهب في بطولات العالم، وهي تحصل على الذهب في الاولمبيادات المختلفه، ومع ذلك حتى هذه اللحظه لم تكرم كما ينبغي من بلدها، بحجابها الجميل، بمصريتها الرائعه، بانتمائها الغير عادي. الكلمتين اللي بنقولهم عن فاطمه دي او على هاني الديب او على هاني عبد الهادي او على محمد الديب او على شعبان الدسوقي او على متولي مطحنه او شريف عثمان او كل زملائهم، هفتكر دلوقتي بقيه الاسماء، او زملائي في الاعداد يقولوا لي البنات وطه كمان، يعني قولوا لي طه ايه، انا فاكر طه حاجه، طه عادل، كل الاسماء الحلوه دي، الناس دي مين كرمهم؟ الناس دي لو الصوره دي عندكم بالصوت وتجيبوا لي الصوت وفاطمه طالعه تاخد الذهب بعد ما زمالتها تاخد الفضه وقبل كده كانت البرونز، هتعرفوا قد ايه فاطمه دي عملت معجزه، وزملائها وزميلاتها. لكن للاسف في مصر احنا لا، للاسف في مصر احنا لا، وستين لا، ومش عارف ليه لحد ما انا بكلمكم مش عارف ليه مش متساويين بزملائهم. تخيلوا لو احنا كان عندنا بطولة رفع الاثقال بلاش، نفتكر كرم جابر، مصر قامت ما عادتش ان كرم خد ذهب، دول زيهم زي كرم جابر، قد ايه كانت سعادة المصريين. وكل مرة كنت بحكي لكم اللحظة اللي كرم خد فيها الميدالية الذهب، وكنت انا ساعتها بصيف، وكان الساعة 10 11 12 كده الصبح لسه، وقد ايه المكان اللي انا كنت فيه كان هادي جدا، وفجأة الناس كلها صرخت عشان كرم خد الذهب. فدول كل اولمبياد بياخدوا ذهب، وكل بطوله عالم بياخدوا ذهب، نجوم من ذهب. دي سيده مصر الاولى، فاطمه عمر دي سيده مصر الاولى. السنه اللي فاتت لما عملت الاستفته اخترناها الرياضيه رقم واحد في مصر، هي ليست الرياضيه رقم واحد في مصر، هي السيده رقم واحد في مصر. طب اسمعوا كده فاطمه بتاخد الذهب. كنت عايزكم زي تستمتعوا باللحظة، وعد لها الذكريات الجميلة دي، ولو انها دلوقتي هي كمان بتستمتع باللحظة من جديد. وانا على فكرة ما بتكلمش على فاطمة بس، انا لو جبت لكم كل الماتيريال وكل اللقطات بتاع زملائها هتشعروا بالفخر في اللحظة دي، تشعروا بالفخر ان انتم مصريين، لكنه للامانة الشديدة هي مش عارفة تحس بده، هي عندها غصة في الحلق وغصة في القلب، انه من ساعة الاولمبياد اللي فات لو تفتكروا كانوا عاملين اضراب، ومش اضراب، كانوا زعلانين، والوزير العامري فاروق رفعهم سنه لكن ما قدرش يسويهم للاسف الشديد، لانه بتوع الكره هم اللي بيسيطونا، رجل ابو تريكه اهم، ورجل بركات اهم،
ورجل حازم امام وشيكابالا اهم. دي تحيه مننا لهؤلاء النجوم، وان شاء الله هيبقى لهم تكريم 10 نجوم لما يرجعوا من السفر باذن الله. نرجع بعد الفاصل. We'll be right back.